أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا سجد المشركون لما سمعوا هذه السورة سورة النجم؟ هم سجدوا معها لكن الله أعلم لماذا سجدوا. وقد ورد أن الشيطان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أنه ألقى على أسماع المشركين لما قرأ صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الشيطان ألقى مدحا لهذه الأصنام، فظن المشركون أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أثنى على آلهتنا. فلما سجدوا معه. هكذا ورد والله أعلم، هكذا ورد والله أعلم. وهي تسمى قصة الغرانيق، لأن الكلام تلك الغرانيق العلا، يعني هذه الأصنام الغرانيق العلا، وإن شهادتهن لترتجى. هذا من الشيطان. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته الله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يذكرون هذا عند تفسير سورة الحج التي فيها هذه الآيات، ويذكرونه عند تفسير سورة النجم، ويروى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف مرسل ضعيف. نعم.